هذا سائل يسأل يقول: ما هي شروط عقد الزواج الشرعي من امرأة أجنبية أوروبية من أهل الكتاب أي مسيحية؟ نرجو الإفادة بارك الله. لا يختلف يعني العقد الشرعي على امرأة مسلمة أو العقد الشرعي على امرأة كتابية، لا بد من المهر، لا بد من الشهود، لا بد من الولي، وإذا لم يوجد الولي من أب أو أخ فإنه يجب أن تقيم وليا من المسلمين كقاضي، يعني في محكمة نحو ذلك، ممن ترضى يكون يتولى يعني أمر نكاحها. فهذه كلها يعني الشروط لا بد لها في عقد النكاح. ثم أن تكون كتابية، يعني كتابية ما تكون مجوسية ولا كذلك لا دينية، فإن بعض من ينسب إلى أهل الكتاب الآن من النصارى واليهود ليسوا أصحاب دين، يعني نصراني لكنه لا يؤمن بعيسى حتى وإن كان يؤمن بأن عيسى هو إله أو ابن إله، فإن الله أباح الزواج بنساء، لكن إن كان ما يؤمن بالنصرانية لا يؤمن بعيسى ولا يؤمن به، وكان ملحدا أو امرأة ملحدة على هذا النحو فهذه ليست كتابية، وكذلك يهودية اسما يهودية لكنها من أهل الإلحاد والكفر، بمعنى أنه لا يؤمن بيوم آخر ولا يؤمن بموسى ولا يؤمن بتوراة، فهذا كذلك لا يجوز. فأن تكون كتابية، لا بد أن تكون كتابية كما قال جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. فالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أو أن تكون محصنة يعني عفيفة، ما تكون زانية أو تقبل الزنا، فإن الزانية لا يجوز الزواج منها سواء كانت مسلمة أو كتابية. فإذا أي امرأة لا تحرم الزنا أو هي زانية بالفعل وتفعل هذا الأمر لا يجوز الزواج بها، ولو كانت مسلمة تصلي الصلوات الخمس وهي زانية فإنه لا يجوز الزواج بها، كما قال تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فهنا ينكح يتزوج وليس يجامع، الزاني لا ينكح يعني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، إذا كانت زانية أو مشركة فيكون هذا تكون زانية مثلها فلا يحلها. وكما جاء في حديث مرسل بن أبي مرسل الغنمي فقال له يعني يا رسول الله أنكح عن آخر، فقال أنزل الله هذه الآية، وقال له: يا مرسل الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فافعل أو ذر، وهذا تهديد فترك. فالشاهد أنه لا يجوز الزواج بالكتابية إلا إذا كانت محصنة، كما قال الله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورا. إذا في مهر، لا بد من مهر، ولا بد أن تكون محصنة، ولا بد أن تكون كتابية وليست ملحدة ممن لا يؤمن بإله، فهذه نعم هذه ليست لا يجوز الزواج بها. فهذه الشروط يعني الواجبة في زواج يعني النصرانية أو اليهودية.